لو انا بتكلم على سلو فريكوانسي هوبينج بالذات، فانا بتكلم انا عندي امري فريكوانسي موديليشن، يبقى انا عندي ام سيمبلز اللي هم جايين 2 باور كي، وير الكي دوت هو ايه؟ يعني الكي ده بيريبريزنت ايه؟ النمبر اوف بيتس بير سيمبل، فده ملهوش علاقه بالهوبينج باترن بتاعي، تمام؟ ملهوش اي علاقه بحته الفريكوانسي هوبينج. ماشي، اتفقنا ان انا عندي ميكسر عشان اعمل فريكوانسي اب كونفرتر. طب الفريكوانسي سينثيسايزر لو درايفد من بي ان سيكونس جنريتور، فيبقى اكن عندي 2 باور ان ديستنكت فاليوز، وير ان هنا بقى دي بتريبريزنت ايه؟ وكانها النمبر اوف ميموري اليمنتس اللي في السيكونس جنريتور دوت. هل انا هنا اي سبيسيفايد انه لازم لينير فيدباك شيفت ريجستر؟ لا مش شرط. فيبقى لو انا عندي ان بيتس فليهم 2 باور ان كومبينيشنز، يبقى انا عندي بوسيبلي 2 باور ان هوبس. لو بقى السيكونس جنريتور ده امبلمنتد بلينير فيدباك شيفت ريجستر زي ما احنا درسناه، خلاص يبقى عدد البوسيبل سيكونسز ان دوت مرتبط بالفيدباك كونكشن، ولو هو ماكسيمال لينث فيدباك شيفت ريجستر يبقى انا عندي 2 باور ان ماينس 1. تمام؟ هنا بقى ما عنديش، لو ما فيش فكره اللينير فيدباك شيفت ريجستر مش شرط اقول، او يعني ما فيش كونسترينت ان الاول زيروز ستيت مش موجوده، ممكن يكون انا عندي الان بيتس بتوعي وسام هاو ايلس بيتغيروا من اول زيروز لغايه اول وانز. تمام؟ طيب يوجوالي السبيكترم سبريدنج اللي بيتم سيكونشال دوت بيبقى في لارج باندوث او رينج كبير من الباندوث في الرينج بتاع الجيجا هرتز. طيب برضو انا الموديليشن والديموديليشن اللي هي الخطوه بتاعت الاف اس كي مابينج ممكن يتم بطريقه كوهيرنت ونون كوهيرنت، فالحته دي ملهاش علاقه بالفريكوانسي اب كونفرجن، صح؟ انا بعمل كوهيرنت فريكوانس شيفت كينج ولا نون كوهيرنت فريكوانس شيفت كينج، التفاصيل بتوعهم مش مجالنا دلوقتي يعني، بس يعني both of them can be used. في السلو فريكوانسي هوبينج انا ببعت multiple symbols are transmitted per hop، وبالتالي ال RC اللي chip rate هو السيمبل ريت اللي هو البيت ريت على النمبر اوف بيتس دوت لازم يكون larger than RH، ولا حتى ال equal is practical، لان لو انا عندي السيمبل ريت بيساوي الهوب ريت يبقى انا ببعت one symbol at a hop وبعد كده دوت اروح، يعني ده على الايدج كده دوت ما بين السلو هوبينج والفريكوانسي هوب، لو انا ببعت one symbol at a time وبعمل هوب كل symbol. تمام؟ برضو الريليشن ديت السيمبل ريت ايه علاقته بالبيت ريت؟ السيمبل ريت هو البيت ريت على عدد البيتس بير سيمبل. تمام؟ طيب عشان نحقق الاورثوجوناليتي في الاف اس كي او في الموديليشن بارت، فالاف اس كي تونز لازم يكونوا سيبريتد ان فريكوانسي باي ان انتجر مالتيبل اوف التشيب ريت، دوت من البرنسبلز اوف الاف اس كي، يعني ان يكون السيبريشن بتوين الفريكوانسيز اللي انا بعمل بيها موديليشن مالتيبل من الكارير فريكوانسي عشان يفضل السيمبلز اف 1 واف 2 اورثوجونال، عشان لما اجي عند الريسيفر اعمل كوهيرنت ديتكشن اقدر ادفرنشيت بتوين سيمبل 1 وسيمبل 2. لو انا عندي الهوبينج بتاعي such that ان تي اتش بتساوي 2 تي اس، يعني هنا وكان السيمبل ريت دبل الهوب ريت، يبقى هنا سلو فريكوانسي هوبينج، فهنا السيمبل ريت بيساوي 2 الهوب ريت، وبيقول لي هنا الكي بتساوي 2، فالكي ده اتفقنا اللي هو النمبر اوف بيتس بير سيمبل، يبقى انا عندي اوفرول كام سيمبل؟ 2 بار كي اللي هم 4. وبيقول لي الان اللي هي النمبر اوف بيتس في البي ان سيكونس جنريتور 3، يبقى انا عندي النمبر اوف فريكوانسيز كام؟ 2 بار 3 اللي هي 8. يبقى انا اوفرول عندي كام بوسيبل فريكوانسي؟ 8 في 4. تمام؟ طبعا دولت 8 في 4 كارير فريكونسيز يعني. تمام؟
اي نعم، لو انا عايز اميز ما بينهم مين الباند كاريرز ومين السيمبل كاريرز، انا عندي 8 باند كاريرز وكل واحده منهم فيها 4 سيمبل كاريرز، بس في الاخر يعني الاوفرول نمبر اوف كاريرز او السيجنال اللي طالعه ممكن يبقى فيها كام فريكوانسي؟ 32، تمام، اللي هي 8 في 4. طيب تعالوا اما نأسيوم ان هي دي الانبوت باينري داتا وده البي ان سيكونس اللي طالع. اولا البي ان سيكونس اللي طالع دوت مش شرط يكون بريودك، المهم ان هو يكون بباترن متفق عليه ما بين الترانسميتر والريسيفر، يعني الباترن دوت لو بصينا عليه مش هنلاقيه بريودك. يعني هنا الاول عندي 001 بعد كده 110011 وبعدين ال 001 اتعاد تاني وبعدين ال 001 اتعاد تالت، فاللي هو مش شرط يكون بريودك. امتى يبقى بريودك؟ لو انا بستخدم لينير فيدباك شيفت ريجستر. طب ليه انا هنا قسمت البي ان سيكونس ثلاثات؟ عشان هو قال لي هنا الان بثلاثه وكل ثلاثه يحددوا لي انا هشتغل في انهي فريكونسي باند من الثمانيه باند. طيب الداتا اقسمها ايه؟ الباينري ستريم دوت اقسمه ايه؟ 1 بت ولا 2 بتس ولا 3 بتس ولا بالظبط اقسمه اتنينات، لان كل اتنين هيريبريزنت 1 سمبل. طيب لو انا في فريكوانسي باند رقم اي وانا في الفريكوانسي باند رقم اي لو فريكوانسي باند من الثمانيه دولت وانا واقف فيها هبعت كام سيمبل؟ اتنين، لان هو قايل لي اهوت ان السيمبل ريت بيساوي اتنين ار اتش. طيب ممكن بقى هنا زي ما انتم شايفين انا عندي التايم فريكوانسي جريد اتفقنا هيبقى اصغر ريت اوف تشينج فيها اللي هو التشيب ريت في حاله السلو فريكوانسي هوبنج يبقى مين؟ تي اس ولا تي اتش؟ اللي ماشي بطيء السيمبل، فيبقى عندي الاصغر ريت اوف تشينج هو تي اس او زي ما مكتوب عندنا 1 على ار اس. طب والتي اتش بتاعتي بكام؟ ب 2 تي اس، فاهي كل هوب واخده 2 سلوتس، يبقى وكان انا في الوقت ده هبقى في 1 فريكوانسي باند وبعدين الوقت ده هبقى في فريكوانسي باند مختلف وبعدين هنا في فريكوانسي باند مختلف. عشان كده ببص نوت على البي ان سيكونس كومبينيشن عشان تحدد لي انا في انهي باند. فمثلا لو انا عندي 001 يبقى انا هبقى في باند 1، فباند 1 اهي خلينا نعملها بالوان متشابهه، يعني هنا دوت كده الوقت بتاع باند سوري ده باند 1 اللي بعدها دي باند 2 دي باند 3 دي باند 4. فانا اتوقع ان وانا في اول هوب انترفال هبقى في انهي باند؟ ابص على البي ان سيكونس باند 1 يبقى انا هبقى في الباند دي. ماشي طيب في التي اتش اللي بعد كده هبقى في الباند اللي بتكورسبوند للكومبينيشن 110 فديت باند 6 هنا اهي، فيبقى عندي هنا السيمبلز في الباند رقم 6. طيب في التي اتش اللي بعد كده هبقى في الباند اللي بتكورسبوند ل 011 فدي باند رقم 3 فادي باند رقم 3. تمام خلينا عشان تبقى مرسومه بالظبط كده. ماشي يبقى انا عرفت انا هبقى في انهي باند ديورنج كل هوب. طيب وانا وذين الباند بقى هي كل باند متقسمه لكام سيمبل فريكوانسي؟ 4 سيمبل فريكوانسي، صح؟ عشان كده يعني وكان هنا عندي ادي 1 2 3 4 ماشي، مش هعملهم كده وقت عشان ما الدنيا ما تتلخبطش، بس عندي 4 فريكوانسي باندز كل سوري 4 فريكوانسيز وذين الباند كل واحد منهم مخصص لسيمبل. فيبقى عشان اشوف انا هبعت على انهي واحد منهم ابتدي ابص على السيمبلز. خلاص انا دلوقتي during the first hop انا في ال first band. طيب هبعت symbols ايه؟ فهنا بيقول لي اهوت اول حاجة 01. طيب 01 دوت اللي هو السيمبل اللي على frequency رقم 1 ولا 2 ولا 3 و4، هو هنا اكنه عامل mapping
0 0 يروح لفريكوانسي 1 0 1 لاف 2 1 0 اف 3 و 1 1 اف 4 ماشي. فيبقى 0 1 بيكورسبوند لانهي فريكوانسي؟ اف 2. وال 1 1 يكورسبوند لانهي فريكوانسي؟ اف 4. فلو بصينا هنا تحت كده هنلاقي ان ده وكانه المابنج للاربعه سيمبلز على الاربعه فريكوانسيز ايا كان انا بتكلم على انهي باند. فانا هنا ده كده سيمبل رقم 2 بفريكوانسي رقم 2 وده سيمبل رقم 4 بفريكوانسي رقم 4. طيب دول كلهم اللي هو فريكوانسي رقم 2 وفريكوانسي رقم 4 هتبقى في انهي باند؟ ما دول معادهم في الهوبل الاولانيه اللي هي في الباند رقم 1، فتبقى هنا فريكوانسي رقم 2 وفريكوانسي رقم 4 بس within the first band. طيب تعالوا اما ناخد اللي بعدها نفهم اكتر. تعالوا اما ناخد اللي بعدها. عشان انا عندي 4 اف اس كي موديليشن، عندي 4 سيمبلز، فكل واحد منهم هعمله بفريكوانسي مختلف. الاربعه سيمبلز اهم 00011011. ما هو انا عشان انا بتكلم during one hop duration، فانا during one hop duration انا لسه ما عملتش hopping، فانا في نفس الباند. عشان انا وانا في each band ممكن ابقى عايز ابعت اي سيمبل من الاربعه سيمبلز. تخيلوا كده اهوت، انا بجهز شنط هدايا، كل شنطه هيبقى فيها كيس شيبسي وباكو بسكوت ومصاص ماشي. فانا عايز كل شنطه يبقى فيها مكان لكل هديه من الثلاثه دول صح. كل شنطه هتروح في حته، فانا عندي كل باند في ديفرنت فريكوانسي رينج بس كل واحده منهم وارد يكون فيها اي حاجه من الثلاثه دول. مش at the same time. هو انا ينفع at the same time اكون ببعت two symbols at the same time instant؟ ينفع اكون ببعت more than one symbol؟ لو ايه؟ يعني ايه لو 4 تي اس؟ بالظبط. لو ال تي اتش بتساوي 4 تي اس وارد اكون بعت في اول تي اس بعت symbol رقم واحد، تاني تي اس بعت سيمبل رقم 2، تالت تي اس بعت سيمبل رقم 3. تاني خلي بالنا احنا لما بقول انا عندي اربعه سيمبلز، اربعه سيمبلز بوسيبل، اربعه سيمبلز وارد الترانسميتر يكون بيبعت واحد منهم. فانا يعني انا لما يبقى عندي السيكونس بتاعي 0 1 1 1 1 1 0 0 0 يبقى انا اول مره ببعت السيمبل اللي هو 0 1، اللي بعدها ببعت سيمبل 1 1، اللي بعدها 1 1 تاني، اللي بعدها 1 0، اللي بعدها 0 0 صح. هم مش انا عندي اربعه سيمبلز هم دول اللي ببعتهم، انا عندي اربعه سيمبلز بوسيبل عشان اكون ببعت منهم حاجه. يعني البند بتاعتي فيها الاتش مثلا او ماشي. خلي بقى تاني الباند لما انا بقول باند يبقى انا بعرفها بتايم ولا بعرفها بفريكوانسي؟ لا مش بالاثنين، بعرفها بفريكوانسي. الباند بعرفها بفريكوانسي صح. فيبقى الباندز بتوعي ديفايند فيرتيكالي كده اهوت، كل واحده من دولت از ا ديفرنت باند صح. انا بقى السؤال ات ا جيفن تايم هبقى ببعت من انهي باند فيهم؟ على حسب البي ان سيكونس كومبينيشن. فعشان كده قلنا في التايم ده، خلي بالنا دلوقتي بقى هوريزونتالي كده ده مع التايم، فانا في الوقت دوت الكورسبوندنج بي ان كومبينيشن ايه؟ 110 110 ديت اللي هي بتاعت انهي باند؟ باند رقم 6. يبقى انا في الوقت ده ببعت في الباند دي، فعشان كده رسمتها في البوكس دوت. في الباند رقم واحد كنت ببعت فيها في تايم تاني، الباند رقم ثلاثة ببعت فيها في تايم تالت، الهوب اللي بعد كده الهوب رقم أربعة
001 يبقى هبقى ببعت تاني من باند رقم واحد. يبقى انا at a given time ببعت من انهي باند؟ فانا for a given TH ببعت من انهي باند؟ وبالتالي ايه ال M frequencies اللي انا هستخدمهم؟ لا، الباند الواحده في المثال ده، الباند الواحده هتتقسم 2 تايم سلوتس. ليه 2 تايم سلوتس؟ عشان ال تي اتش بتساوي 2 تي اس، وكفريكوانسي هتتقسم 4 فريكوانسيز. ليه 4 فريكوانسيز؟ عشان الام بتاعتي بتساوي 4. ما هو تاني احنا عشان كده احنا راسمين تايم فريكوانسي جريد، عشان احنا بنبص للي احنا بنعمله مع التايم ومع الفريكوانسي. انا at any given time ببعت سيمبل بcertain frequency على certain band. يعني لو انا خدت at any time مثلا اهو عند التايم ده، انا ببعت من انهي باند؟ باند رقم واحد. انا هنا اهو في باند رقم واحد، ببعت من انهي frequency في باند رقم واحد؟ الفريكوانسي الرابعة، عشان السيمبل بتاعي كان هنا 1 1. طب عند any other time، تعالوا اما ناخد واحد تاني عند التايم ده، عند التايم ده كان البي ان كود بتاعي 011، يبقى انا هبقى عند باند رقم 3، فانا هو في باند رقم 3. طيب هبعت من انهي فريكوانسي من الاربعه اللي في باند 3؟ هبص على الانبوت سيمبل، فالانبوت سيمبل 00، ده السيمبل الاولاني، فيبقى انا باعت على فريكوانسي رقم واحد من الاربعه بتوع الباند. فعشان ما نتلخبطش او عشان نسهل الموضوع، فممكن نعمل الخطوه بتاعه السيمبل مابينج الاول. يعني انا هنا اللي مرسوم تحت دوت مابينج للسيمبلز على الاربعه فريكوانسيز البوسبل. فانا عندي 01 فريكوانسي رقم 2، 11 فريكوانسي رقم 4، 11 فريكوانسي رقم 4 تاني، 10 رقم 3، 00 رقم 1، صح؟ بعدين اجي بقى، هو السيمبل الاولاني ده اللي انا خلاص هبعته على فريكوانسي رقم 2، هبعتها فريكوانسي رقم 2 اوف انهي باند؟ باند رقم 1، عشان ساعتها انا بصيت على البي ان سيكونس جنريتور مطلع لي الكومبينيشن بتاعت باند رقم 1، يبقى انا ابعتها على فريكوانسي رقم 2 من باند رقم 1. يعني لو انا حبيت انمبر الفريكوانسز زي المثال بقى اللي قلناه في الاول، انمبر الفريكوانسز كونتينيوسلي، يعني مش هسميهم 1 2 4 اوف باند 1 وبعدين 1 2 4 اوف باند 2، لا هرقمهم من 1 لكام هنا؟ ل 32. ما احنا اتفقنا انا عندي 32 كارير اللي هم جايين 4 في 8، صح؟ يبقى انا السيمبل الاولاني ده مبعوت على فريكوانسي رقم كام؟ رقم 2، اللي بعده ده رقم 4. طيب ده السيمبل ده، ده مبعوت على فريكوانسي رقم 4 من باند رقم 6، اكنها الفريكوانسي رقم 24 من ال 32 اللي عندي. عشان نأسس الجامينج اميونيتي والجامينج ونحسب الجامينج مارجن، تعال اما نأسيوم برضو زي ما احنا عملنا ان عندي جامينج باور جي، والجامينج باور دي سبريدد اوفر الانتاير فريكوانسي هوبد سبيكتروم، عشان يبقى اكنه وايد باند جامر او نويز لايك جامر، والباور بتاعته متوزعه على السبريد سبيكتروم باند كله. الافكت بتاعها هي ريزمبل اديتيف وايد جاوسيان نويز ويز باور سبيكترال دينستي جي نوت على 2، وير الجي نوت ديت اقدر اقول انها جي على دبليو سي، وير دبليو سي دوت اكنه الوايد باند بتاع السبريدد سيجنال اللي هو كل الباندز اللي انا بهوب ما بينهم. ماشي؟ فاكرين طبعا احنا الجي كانت بتساوي جي نوت على 2 في الباندوتس اللي هسميه دبليو سي، في 2 عشان عندي بوس سايدز، فيبقى بتساوي جي نوت في دبليو سي، وكان الجي بتساوي جي نوت، سوري الجي نوت
بتساوي جي على الباندوث بتاعي. الدبليو سي دوت اللي هو اكنه ايه بقى؟ ما هو الدبليو سي ده الاوفرول باندوث بتاع اللي انا ههب فيه، ماشي؟ فده الباندوث الكبير اللي هو في المثال اللي فات، وكانه الرينج كله بتاع ال 32 كارير فريكونسي، ماشي؟ طيب وير اهوت بيقول لي الباندوث دوت هو الفريكونسي هوبينج باندوث. طيب عشان احسب السيمبل انرجي تو نويز سبيكترال دينستي انرجي، ماشي، احنا اتفقنا السيجنال تو نويز ريشيو ممكن احسبها ريشيو بتوين باورز او ريشيو بتوين انرجيز. تعال اما نحسبها كانرجيز، فهي اي ده اكنها السيجنال انرجي، وجي نوت اكنها الجامر انرجي، بما ان انا وسعتها بالتساوي يعني على الباندوث كله. طيب الاي نفسها الانرجي هي الباور في التايم، والتايم هو واحد على السيمبل ريت، يعني اي دي اقدر اقول انها السيمبل باور في السيمبل ديوريشن، والتي اس اقدر اكتبها واحد على ار اس، ماشي. والجي نوت احنا لسه حاسبينها، هي جي التوتال جامينج باور على الباندوتس اللي هي متوزعه عليه. طيب فيبقى اقدر اكتب انها بي اوفر جي على ار اس على دبليو سي. الار اس على دبليو سي ديت ليه يعني كنت عايز افصلها؟ لانها بتريبريزنت الريشيو بتوين الباندوث قبل السبريدنج وبعد السبريدنج، وانا لو ببعت على سنجل فريكوانسي باند هيبقى انا محتاج باندوث ار اس، صح؟ او باندوث بروبورشنال لار اس. لما اجي اعمل هوبينج على كذا باند يبقى انا عندي الباندوث بتاعي باندوث المينيمم اللي هو بروبورشنال لار اس، بس متكرر كام مره؟ عدد الهوبس، صح؟ ان اف تايمز نمبر اوف فريكوانسز تايمز، مش كده؟ يعني اكن ال WC على ار اس ديت هي النمبر اوف فريكوانسز اللي هم 2 باور ان، فدوت اكنه يريبريزنت الباندوث اكسبانشن ريشيو، او زي ما احنا شفنا في ال في السبريد سبيكتروم نقدر نعتبر ان هو دوت البروسيسنج جين اللي هو كان بيبقى ايه في الدايركت سيكونس، كان بيبقى تي بي على تي سي، او اللي هي كانت بتبقى واحد على تي سي على واحد على تي بي. طيب ما هنا اكن واحد على تي سي هي ايه؟ الباندوث السبريد، واحد على تي بي اكنها الباندوث وزود سبريدنج ار بي، بس انا بحسبها ان جنرال كيس لو انا عندي مش باينري ترانسميشن امري ترانسميشن، فبدل البيت ريت يبقى سيمبل ريت. دي اللي هي الريشيو بتوين السبريدد باندوث. انا فاهم طبعا ان انا بتكلم على سيكوينشالي سبريدد باندوث، جاي منين؟ ان انا عندي المينيمم باندوث، عندي ان اف باندز اوف ساتش ويث، فاللي هي الريشيو ما بينهم 2 باور ان او النمبر اوف فريكونس. طيب لو انا عايز اجيب المارجن الجامينج مارجن زي ما عملنا، هو انا عايز اشوف هو فور ا تارجت اي اوفر جي نوت، فور مينيمم اكسبتبل اي اوفر جي نوت، و اتشيفبل ار اس على دبليو سي او دبليو سي على ار اس، الجامينج المفروض يكون اكبر من السيجنال باور قد ايه؟ هو ده الجامينج مارجن اللي احنا عرفناه المره اللي فاتت، صح؟ لو احنا بعد ما ناخد نحول الكلام دوت للوجاريزميك دومين، اخد 10 لوج الكلام دوت يديني الايكويشن ديت اللي شبيهه بالايكويشن اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، ان انا الجامينج مارجن هو البروسيسنج جين بس ان دي بيز 10 لوج البروسيسنج جين ماينس 10 لوج التارجت اي نوت سوري اي بي على جي نوت، او المينيمم اي بي على جي نوت، وير البروسيسنج جين هنا في الفريكوانسي هوبينج هو الباندوث اكسبانشن ريشيو، فهو السبريد باندوث divided by المينيمم باندوث. واضح الجامينج اميونيتي هنا؟ فاللي هو نفس الجامينج اميونيتي اللي احنا نفس الكونسبت اللي احنا حققناه في الدايركت سيكونس متحقق بالفريكونس هوبنج بنفس الفكره وبنفس الايكويشنز، جيفن ان احنا بنتكلم في الحالتين على وايد باند جامر.